شو هي الرسالة اللي بتوجهها من داخل حمص المحاصرة؟ والله يا أخي نحن إلنا عتاب على شباب حمص بصراحة. عزك ببلدك رجاع، عزك بسلاحك رجاع. هذا أمر بده يحاسبك عليه رب العالمين يوم القيامة. بعدين يا أخي الأمر الحياة والموت بيد رب العالمين. لا تبيع حمص. إرسال الرصاصة سهم من السماء، ما بتصيب غير لرب العالمين كاتبة إنها تصيب. رجاع لا تخاف. هل نحن عم ناخذ أجرة؟ هل هاي الشباب اللي عم تمترس هنيك وعم تشتغل وعم تحمي عرضها عم تدافع عن بلدك اللي انت تركته ورحت، هل هاي عم تاخذ اجرتها؟ هل هاي عم ندفع لها فلوس؟ هاي الشباب حمص بلدنا رجاء. شوف هاي كلها شباب حمص، كلها مجاهدين حمص. حمص الي وحمص الك، رجعوا. والله العظيم والله العظيم مالك غير بلدك، رجاع. يا احفاد خالد عودوا الى بلدكم، حمص الأبية حمص تناديكم. تفضلوا على بلدكم. كيف عم تقدروا تناموا لك يا أخي؟ نفروا من قدرنا إلى قدرنا. هاي رسالتي وكل صاحب ضمير بيفهمها. عزك بأرضك رجاء يا ابن حمص. يا أبناء حمص الكرام، يا أحفاد الصحابة الكرام، يا أبناء الرجال العظام، يا إخوة الشهداء وأبناء الأماجد الذين ضحوا بدمائهم، هذه حمص الجريحة تنتظركم، ونحن صامدون صابرون محتسبون إن شاء الله حتى نلقى الله سبحانه وتعالى على ما نحن عليه، ونسأل الله الثبات. أيها الإخوة الكرام، ارجعوا إلى بلدكم، ارجعوا إلى حمص، ارجعوا، فكما يقول المثل الحضن دافئ والكتف شيال، ارجعوا ومرحبا بكم. ودوني إلى حمص، ودوني عالشباب، عمت بك عيوني يا شباب سوريا، لبونا الحمصية عم بينادونا، وهالثورة والله منخونا، لو كل العالم يتحدوني ودوني لحمص، ودوني عالشباب عمت بك عيوني، ورح ينزل كل من عادى ديني، وهالأوباش رسيا ما عصيني، لغير الله ما بحني جابيني، ويا جبار انصرني على الخالق.